الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج تأخر الإنجاب والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة عين للخصوبة. أهلا بيكم، النهاردة حلقة مهمة وضيف مهم جدا، تقيلة على القلب وعلى الودن كلمة إن الحقن المجهري يفشل، تقيلة. حتى كتاب السيناريو والدراما اللي ما عندهمش خبرات طبية لما بيكتبوا بيذكروا على عقول الناس أو في عقول الناس إن الحقن المجهري ده اللي زي ما بيقولوا كده باللغة الشعبية المصرية الناس بتجيب من الآخر، ده سهلة، حاجة مضمونة، حياة منوي بويضة، جنين هنرجعه الرحم، الأمور هتمشي. بس مش دايما الأمور بتمشي سلسة، في عوامل كتيرة ممكن تدخل تبوظ وتؤدي إلى فشل الحقن المجهري. هنتكلم النهاردة عن أسباب فشل الحقن المجهري، في حاجات كلاسيكية وحاجات عميقة جدا في الموضوع ده. بس هتستغربوا مثلا لما أقول لكم إن العامل النفسي سبب مهم، عامل النفسي التوتر والقلق سبب مهم بيعمل خلل هرموني. هتستغربوا مثلا لما أقول لكم إنه قد تكون الأنابيب فيها مشاكل بس مش باينة قوي تعمل فشل في الحقن المجهري، لحمية مستخبية مش واضحة تعمل فشل حقن مجهري، مشاكل في الجنين نفسه. تقول لي يعني طب ما الجنين يتكون وانقسم، بس ما يقدرش يوصل، هو نفسه جودته قد كده ما كانش باين، ساعات ما يبانش قوي بعتقد، يعني ممكن في الاول يدينا انطباعات مبشره وما يكملش، والعكس ممكن يدينا انطباعات انه جنين ضعيف ومسكين وانقسامه بالعافيه ومش وفي بتاع، وبعدين نلاقيه بعد كده بقى جنين واكتمل الحمل ومشيت الامور. فخلينا نقرب من القصه المثيره دي، زي ما قلت لكم النهارده يوم مهم جدا لانه مع قمه كبيره من قمم الحقن المجهري واسم رائد قدم الكثير لهذا العالم وخبرات طويله وانجازات رائعه. الحقيقه شرف لينا النهارده يكون ضيفنا هو رائد القدير لهذا العالم الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج تاخر انجاب اطفال واطفال الانابيب وعلاج بالمناظير، ماجستير الحقن المجهري من جامعه باليرمو الايطاليه، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه وتاخر الانجاب والجمعيه الاوروبيه للتكاثر والجمعيه الامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين للخصوبه وتاخر الانجاب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بك. وحشني جدا. الله يرضى عليك. انت وحشني جدا، يعني خطوه عزيزه. الله يخليك. الله يخليك. لماذا اخترت ان تتحدث في حلقاتنا الاولى عن اسباب فشل الحقن المجهري؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني من السؤال، الجنين اللي بيتكون في الحقن المجهري عندكم في المعمل يلعب دور هو نفسه في انه يكون عامل فشل في الحقن المجهري؟ هو سؤال. اهم عامل عندنا هو الجنين. لازم نقدر حاجه يا استاذ ايمن، دكتور ايمن، نقدر حاجه، احنا بندي تنشيط قوي جدا للعيانه اللي هي المفروض تطلع بيضه ولا اتنين في الشهر، تطلع 20 25 15، فبالتاكيد البيضات طالعه غير صالحه كامله، غير صالحه كروموسوميا. يعني دايما البيضه اللي خارجه يا مشكله عندها في الدي ان ايه، يا مشكله عندها في الكروموسومات، فده بيخلي الجنين اللي طالع عنده مشكله في الدي ان اي والكروموسومات. وبالتالي انا بوضع جنين مش شرط يكون 100% سليم، فده من ضمن الاسباب الرئيسيه لفشل الحقن المجهري. طب ايه هو الجنين؟ هو البذره اللي بنزرعها في الارض، عباره عن بويضه وحيوان منوي. لو عند حيوان المنوي بتاع الست دي بتاع الراجل ده عنده مشاكل تشوهات خلقية مش باينة، عنده مشاكل في الكروموسومات بتاعته، عنده الدي ان اي فريجمنتيشن اندكس بتاعه وحش، ده خطأ قاتل. انا ببدأ العملية بخطأ قاتل، المفروض انا اكون عامل حسابي ان كل حاجة عندي بعملها سليمة، لان الباقي يبقى على ربنا مش علي انا. كل حاجة عندي سليمة، يعني الدي ان اي بتاع الحيوان المنوي، حتى لو الراجل سليم، راجل عنده 100 مليون حيوان منوي
وحركه سليمه 100% وشهوات طبيعيه وما عملتوش دي ان ايه، ده خطا. لان ممكن يكون مشكلته في الدي ان ايه، هو بيخلفش ليه؟ ممكن يكون هو مشكلته اساسا في الدي ان ايه بتاعه. فلازم اعمل الدي ان ايه لكل المرضى اللي داخلين حقن مجهري، ادي اول حاجه، يبقى ضمنت حيوان منوي سليم. طب البويضه برضو لها دي ان ايه ولها سيتوبلازم ولها نواه، ممكن يكون عندها مشاكل فيه. ايه اللي يعمل مشاكل في البويضه بقى؟ ده موال طويل. اول حاجه ان سن المراه ما يكونش متاخر، لان كل سن المراه معدل 40 بالتاكيد البويضه هنا بقت بويضه كبيره في السن، عرضه للتشوهات الخلقيه، عرضه للدي ان بتاعها يبقى وحش، عرضه للسيتوبلازم يبقى وحش، فيديني جنين وحش. طب ايه تاني؟ الهرمونات. هرمونات المراه دي لازم اللي يعمل عمليه حقن مجهري من غير ما يعمل هرمونات، حتى لو عينها شكلها صغير لسه، من غير ما يعمل هرمونات دي خطا قاتل. هرمونات اهم حاجه عندي في الهرمونات اف اس اتش، ال اتش، برولاكتين، اي 2، تي اس اتش، اي ام اتش. يعني لو الام اتش وحش يبقى انا متوقع ان عندي بويضات مش حلوه وقليله، اللي هو بتاع مخزون المبيض، مخزون المبيض اللي هو مخزون المبيض بتاعي لو وحش يبقى من بدري انا عامل حسابي انه ممكن يطلع لي فيها. فلازم اظبط الحاله بتاعتي قبل ما ابدا بشهرين ثلاث، اظبط جوده البويضه بتاعتي في الست الكبيره في السن. خدت بالك معايا؟ مش مجالنا يعني، احنا بناخد النهارده نبذه عن اسباب الفشل يبقى كلنا مركزين فيها. طب الاف اس اتش مشكلته ايه؟ الاف اس اتش ده هرمون جودة البويضة. الـ FSH بتاعي عدى الـ 12 أنا البيضة وحشة وعدد البيض قليل على طول، لو عدى الـ 12. طب من 6 لـ 12 بيضة جيدة، ممكن تبقى جيدة، ولكن عدد البيضات اللي طلعت 3 4 5 6 مش هيطلع لك أكتر من كده. طب أقل من كده فيري جود، ما دام نزل عن الستة يبقى الـ FSH متوقعه إن البيضات اللي هتجيلي هتبقى بيضات كويسة. الـ LH، الال اتش لو عالي يديني بويضه لوتونايزد وحشه، ويديني اندوميتريوم بطانه رحم غير صالحه للزرع. يبقى انا ما اعمل العيانه ال اتش بتاعها عالي وسايبها من غير ما انزل ال اتش بتاعها، يبقى انا بعرضها لفشل عمليه الحقن المجهري. الاي 2 اللي هو الاستروجين قليل لا عالي، قليل قوي ده غالبا البيضه اللي طالعه مش كويسه، لان البيضه بتطلع 200 ل 400 نانو جرام في استروجين. طب لقيته 100 120، يبقى مش كويسه البيضه من بدري كده انا عارف انها مش كويسه. البرولاكتين، الهرمون البرولاكتين هرمون الحليب، هرمون اللبن، ده مشكلته ايه؟ ضعف في التبويض. ده مشكلته انه بيعمل لي ضعف في التبويض، ادي ادويه كثيره جدا ويطلع لي 3 4 بيضات. لو هو عالي، لو هو عالي يبقى المفروض اظبط البرولاكتين بتاعي. طب التي اس اتش مشكلته ايه؟ ده هرمون غده الرقيق ملوش دعوه بالحمل، بس هيعمل لي اجهاض مبكر. يبقى قبل ما ابدا اجهاض مبكر يعني فشلت العمليه، قبل ما ابدا لازم اكون ظابط هرموناتي كلها. مفيش حد اسمه يعمل حقن مجهري من غير ما يعمل تحاليل هرمونات كامله. جنين كويس باذن الله، باذن الله فرصه الحمل عاليه، اللي اذا اراد ربنا حاجه تانية. ده بالنسبه لكلمه الجنين، جوده الجنين، جوده الجنين. طيب هروح بقى لبطانة الرحم. بطانة الرحم تلعب دور مهم أيضا في إحداث نجاح أو فشل للحقن المجهري. هي الأرض اللي هزرع فيها. أنا جاي عندي جنين كويس هزرعه في أرض كويسة بإذن الله حامل. طب الأرض دي فيها إيه؟ إيه مشكلة الأرض بطانة الرحم دي؟ بطانة الرحم لو ملوثة مش هتحصل منها حمل. لو فيها التهاب يعني مش هيحصل فيها حمل. لو فيها تضاريس مختلفة يعني فيها زائدة لحمية، فيها ورم ليفي دخل في جوه التجويف مغير الشكل بتاع الرحم، ده اسمها تضاريس مختلفة في الرحم. لو عندي حاجز رحم كبير قاسم الرحم اتنين وانا بزرع هخبط في الحاجز، وبالتالي مش هتحمل الست، لان المفروض ان ان الجنين ده عامل زي واحد في الدور العاشر ووقع على الارض يموت. لو انا خبطت بالهزه البسيطه اللي بعملها دي، خبطت الجنين في الجدار، ده زي اللي وقع من فوق السطح، هيتاثر وما يحصلش منه حمل. يبقى بطانه الرحم اساسيه لازم تكون جيده وما فيش فيها اي عيوب خلقيه لا في الرحم
ولا حرف تي في الرحم، الرحم بتاعنا يبقى شكل حرف التي ما يصلحش للحمل، شكل حرف الواي ما يصلحش في الحمل. العيوب الخلقيه اللي موجوده في الرحم دي لازم نصلحها قبل ما نبدا حقن المجاري، ولازم يكون فري ما فيهوش لحميات زي اللي احنا شايفينها، لحميات او رمل فيه زي ما احنا شايفين الفيديو بالظبط كده. ظهرت فتره ومش ظهرت، هي موجوده طبعا، الكلام بالتفصيل على الجهاز المناعي للمراه، وما زال الحوار، بس عايزين نفهم هل يلعب فعلا الجهاز المراه؟ اخطر حاجه بتعمل فشل في الحقن المجهري وتكرار الفشل. اوكي. والى الان كلها نظريات مش قادرين نوصل ليها، يعني عندنا حاجتين مهمين قوي. ده الميه اللي بتغذي الجنين، الميه اللي بتغذي الزرع، الميه نظيفه ولا ميه مجاري؟ ميه مجاري هتموت الزرع. الجهاز المناعي ده هو الميه المجاري، يعني الدم ده دم يحتوي على مواد قاتله للاجنه، اهمهم الناتشر كيلر سيلز اللي هي الخلايا القاتله، لازم اكون عامل تحليلها. انا بتكلم ليه؟ اعمل تحليلي قبل ما ابدا، قبل ما ابدا بشهر باتنين بعمل تحليل الخلايا القاتله ان كي سيلز، اعمل انتي فوسفولود كلها، هرمونات الانتي الجسام المضاد للدهون واللوبس انتوكوال اللي هو الذئبه والانتي كاردوليبين، لان دي كلهم اجسام مناعيه بتهاجم الجنين ده وتعمل جلطات في الشرايين اللي رايحه له وتمنع الدم عنده فبيموت. التيه البر 1 والتيه البر 2 دي اساسيين جدا، يعني انا عندي خمس حاجات، انتي كاردوليبين لوبس انتي كواجولانت، التيه البر 1 والتيه البر 2 والناتشر كيلر سيلز، دي مهمه جدا. دي خلايا مسؤوله عن المناعه يا جماعه. خلايا بتهاجم اي جسم غريب يخش جسمنا. احنا عايزين نعرف حاجه يا دكتور، لو انا زرعت واحد كليه هو الجسم هيطردها، طب هيطردها ازاي؟ بيهاجم الوريده والشرايين اللي رايحه لها ويعمل فيها جلطات وتقفل الدم عنها فتموت. طب الجنين ده ما هو نصه جاي من الاب، نصه جاي من زوج، الزوج ده غريب عنها، فانا حامل، ست حامل في جنين نصه جاي من واحد غريب عنها، فمتوقع ان الجهاز المناعي يهاجم هذا الجنين. وربنا خلق تيه البر 2 علشان يعمل ماسكينج للبيبي اثناء فتره الحمل. علاوه حاجه تانية، في حاجه ربنا عاملها ماسكينج بيخفي البيبي، يخفي عن جهاز عن المناعه، عن التير بر 1 وعن ناتشر كيلسي. ربنا عامل حاجه بيدي بروجسترون. البروجسترون ده من اكبر الحمايه الطبيعيه للناتشر كيلسي والحاجات دي، بيهاجم يعني بيعمل ماسكينج برضو للبيبي انه ما يتهاجمش بالجهاز المناعي. دي حاجه فيسيولوجيه معموله في جسم الانسان. فالمهم قوي الجهاز المناعي عمل التحاليل اللازمه له قبل ما ابدا، في حاجه ما ابداش قبل ما ايه ما اكون ظبطتها. الانابيب لها دور كبير جدا جدا، وهي من المعجزات، ولذلك قد تلعب برضو دور سلبي في فشل الحمل. الانابيب من لو موجود فيها انتفاخ في الانابيب او مسدوده وملتهبه وسبتها وعملت العمليه على كده، يبقى انا بفشل العمليه بايدي، يعني انا بنفسي بفشل العمليه. فمهم قوي فحص القناتي فالوب قبل العمليه ونتاكد انها مفتوحه وسليمه، لان الانابيب لما تكون منفوخه ومقفوله بترد كل السائل السام، السائل ده سام جدا، انفكتد ووحش جدا، ينزل على بطانه الرحم. تخيل الجنين قاعد في اوضته ونزل عليه كل شويه ميه نار من فوق فيموت. فمهم جدا جدا دي اللي انا بسميها ايه يا دكتور ايمن؟ بسميها جيران الارض اللي بزرع فيها. انا بزرع في ارض اهو، والجار عندي زارع ارضه كلها لا مؤاخذه دود وميكروبات، هتعدي على الارض بتاعتي، هتعدي وتفشل الزرع بتاعتي. صديق السوق. صديق السوق. نقل الاجنه، في نقل في اليوم الثالث، نسمع الرابع الخامس. اختيار الوقت السليم لنقل الاجنه من اهم اسباب النجاح. انا عندي اليوم اللي هنقل فيه افضل الايام الخامس او السادس، الثالث والرابع ما بيبقاش الامبلانتيشن ويندو اللي هو شباك الزرع في الاندوميتريوم في بطانه الرحم مفتوح. يعني لازم انقل وانا عندي احساس ان الامبلانتيشن ويندو فتح. الامبلانتيشن ويندو ده ما بيفتحش، بيفتح من يوم ال20 ليوم 26. فانا الوقت
رجعت في التالي ده اليوم ال 18 واليوم 17 مثلا، طب لازم احاول انتظر اليوم ال 20. نقل الجنين في الوقت ده من افضل اسباب النجاح، من اهم اسباب النجاح. الوزن، الوزن، الوزن طبعا. انا بنصح اي ست، اي ست انا بيجيني الست مليانه شويه بقول لها خس الاول وتعالي بعد شهرين. الوزن مشكله، اولا بيخفض نتائج الحمل بشكل، هو ما بيمنعش الحمل ولكن بيخفض النتائج. انا بدل ما بلعب في 70% ليه اخليها 50 و40%؟ يعني عندي 10 هيعملوا حق، 4 يحملوا ولا 7 يحملوا؟ يعني 10 عاملين حق، لا 4 يحملوا. انت المليانه في الوزن دي بالتاكيد هتبقى من 4، مش هتبقى من 7، وممكن تبقى 3. يبقى بنصح اي حد ينزل في وزن قبلها. الوزن فيه مشكله تانية، ان انا عندي مشاكل اثناء الحمل، الضغط، الضغط بيعلى والبلل بيعلى وتقل البطن على الجنين كتير. الحاجه الثانيه المنشطات اللي اديها لك، انا بدل ما اديكي 150 واحده هديك 300 واحده، يبقى هو مكلف وفي نفس الوقت نسب الحمل قليله وفي نفس الوقت مشاكل الحمل بعد كده كتير. التدخين نفس الفكره، التدخين ده يعني ده ما فيش كلام ولا فصال، ما فيش واحده هتبدا معايا حقن مجهري وبسالها في سموكينج عندك ولا لا، بتدخني يعني بتدخني ولا لا، وهسيبها تدخن. طب لو جوزها، وجوزها نفس الفكره، ما هو التدخين يؤثر على الحيوانات المنويه ويؤثر لي على البويضات. التدخين ده مفيش كلام، لازم تترك التدخين قبل العمليه على الاقل بشهرين، وتاخد المواد اللي تخلصها من اثار التدخين في الشهرين دول، مش بس توقف دخان، واخلصها من الاوكسيدنس اللي موجود عندها، الاكسيديشن اللي موجود ده لازم نتخلص منه، وندي حاجه انتي اوكسيدنت وندي حاجه تحسن جوده البويضه في الشهرين اللي قبل العمليه. يعني بالعربي ما فيش داعي نتعجل، لازم العيان يمشي معايا خطوه بخطوه عشان يضمن نجاح العمليه. السكر، السكر برضه طبعا دي البيئه غير صالحه، السكر اللي هو عالي بيبقى بيئه غير صالحه لنمو البويضات، بيبقى الدي ان اي بتاع البويضه مش كويس، الصحه العامه بتاع العيان مش كويسه، فيفضل ضبط السكر قبل ما نبدا اي حاجه. النجم المخفي عيني اللي بقول دايما عليه يعني مهضوم حقه في الكلام، المعمل. المعمل ده 50% من اسباب النجاح. 50%، 50% مكان ما حدش بيشوفه وما حدش بيعرفه ولا حد مخفي فعلا زي ما انت قلت سعادتك، ولكن هو من الاسباب الرئيسيه لفشل الحقن المجهري. لو عندك لازم تكون مطمئن جدا على طبيب المعمل اللي عندك، عن اجهزتك متظبطه كويس ولا لا، عن كل الاستاف اللي موجود في المعمل ومطمئن ان نتائجه كويسه، وانت بتعرفها من نتائجك. نتائجك ماشيه في 60 و70، المعمل عندي كويس، نتائج نزلت ل 50، ستوب، في مشكله. يعني مهم المعمل ده اساسي في هذا. تخيل مش مساله الحقن ومساله الجنين، الميديا اللي عايش فيها، الحضانه اللي موجوده عندي، الاكسجين ساتوريشن، الكربون ساتوريشن، النيتروجين، يعني كل ده مهم جدا، والحراره دي حاجه مهمه جدا جدا لنمو الجنين بصوره طبيعيه وانقسامه بصوره طبيعيه. اذا انقسم بصوره طبيعيه اما يديني جنين من الدرجه الاولى هو مشكلته خلصت. يعني انا اديتك جنين درجه اولى، يبقى حاجه من الاثنين، يا انت حطيته غلط، يا انت عملت مشكله، يا ربنا مش عايز. ما هو دي بقى طبعا احنا عندنا ربنا مدينا فضيله ان كل حاجه ربنا مش عايز، يعني ربنا ما ردلكيش، لكن لازم نتحرى كل اسباب النجاح في كل حاله. يعني حتى لو انا وانا بعمل امبريو ترانسفير نقل الجنين، المفروض لو في وحش اكتب ان في طريقه غلط في نقل الجنين، حصل فيه مشكله في النقل، علشان ما ارميش التهمه على ان ربنا هو السبب، انا السبب. المتخصصين بقى كل واحد في دوره، يعني اطباء المتخصصين في الحاله المجاري كل واحد له دور. اه طبعا. شوف سعادتك يا دكتور ايمن، في حاجه مهمه احنا غافلينها كلنا في مصر، يعني العلاقه بين الجاينيكولوجيست اللي هو طبيب النساء والامبريولوجيست، دي يعلم الله متوفره عندي في المركز بشكل غير طبيعي. في كل زياره عندي العيان يفوت عليا ويفوت على طبيب المعمل. ليه طبيب المعمل؟ لانه يعني بيبقى له رؤيه خاصه في طبيعه البويضه وطبيعه الاستجابه بتاع المبيض ليها،
وهل اخفض جرعة او ازودها؟ لازم التعاون والخبرات، يعني التعاون بينه وبينه. هل انت رايك يمشي ولا ده ناخر شويه ولا نقدم شويه؟ طب نسحب النهارده ولا نخليها يومين؟ ده مهم جدا، التعاون المستمر بين المعمل وبين الجينيكولوجيست، لازم الاثنين يبقوا متفاهمين كويس جدا. قد تنضبط الامور دي كلها وما يحصلش نجاح، وقد يحدث نجاح بشكل مفاجئ في ظل ظروف معينه لم يكن يتوقع الكثير، لانه في ناس كثيرين لازم يفهموا ان دي كلها اسمها يعني عوامل او اسباب، انا باخد بالاسباب، لكن المؤثر الاصلي الاساسي الوحيد المهم هي اراده ربنا سبحانه. اراده ربنا، ما فيش فيه كلام. انا ما بعمل ده يا استاذ ايمن، يا دكتور ايمن، بعمل ده علشان ما الومش نفسي، عشان كل اللي اخذ بالاسباب ده انا اخذت بالاسباب بس لكن الباقي اولا واخيرا اراده ربنا. اذا مكتوب لك هتاخده، مش مكتوب لك مش هتاخده، حتى لو وقفت على راسي، يعني مش اللي ربنا رايده هو اللي ينقول. ولكن انا بحمي نفسي من لوم الضمير ان انا كلفت الست دي وقهرتها نفسيا وما حملتش، وانا فيها خطا، انا فيها نسيان، نسيت خطوه من خطوات، نسيت حمل. فانا يعني اتمنى ان احنا نتحرى الامانه في ان احنا نمشي بكل خطوه، واذا ما حصلش حمل ده امر الله. والعين على فكره اذا ما يكون ربنا بيهدهولك، يعني بيحس انك عملت اللي عليك، انت عملت كل حاجه ما سبتش حاجه، وامر ربنا فبيبقى مستجيب معاك جدا. شرف كبير لينا يا فندم وجودك معانا، ودائما متعه في رحله. انا بس انا حبيت بس عزيز. اطمن الناس ان احنا بالاسلوب ده ممكن تصل ل 70-80% نسبه نجاح. اقسم بالله لا اكذب عليك فيما اقول، شرف كبير لينا. تعمل 8 تلاقي لك الـ8 حوامل ما شاء الله، يعني ما شاء الله، بيبقى حاجه مسعده مفرحه طبعا جداً. حاجه مفرحه جدا كده. نعمل اللي علينا، نورت وشرفت. الله يخليك يا باشا، وخطوه جميله وعزيزه. ضيفنا العزيز الرائد القدير لهذا العالم الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجاري وتاخر الانجاب وعلاج بالمناظير، وصاحب ماجستير الحقن المجاري من جامعه باليرمو الايطاليه، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه تاخر الانجاب، والجمعيه الاوروبيه للتكاثر، والجمعيه الامريكيه للخصوبه، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين للخصوبه وتاخر الانجاب. نورت الناس. فرصه، متشكر جدا. خليكم دايما مع نفسك.